السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة في حاجة مهمة جدا مستخدمة بشكل كبير، خاصة في موضوع الديتكشن والريكوجنيشن. هنتكلم في الكونتورز، إن إحنا إزاي نجيب الكونتورز من الصورة بتاعتنا أو من الفيديو بتاعنا. فكرة الكونتورز بمنتهى البساطة إن إحنا لو عندنا مثلا دوائر زي اللي قدامنا دي وعايزين نجيب الكونتورز، فبنعمل الخطوط أو الدوائر الخضراء اللي حواليها دي، بنيجي عند كل الايدجز او كل الحواف اللي موجوده في الدوائر، وبنرسم الخطوط اللي هي الخضراء اللي قدامنا دي. طيب دي الصوره اللي احنا هنشتغل عليها، ده اللوجو بتاع الاوبن سي في. هنيجي عند كل حاجه موجوده عندنا في الصوره، الكلمه والثلاث قوى او الثلاث دوائر دول، ونرسم الكونتورز بتاعتنا على الايدجز اللي موجوده دي كلها. طيب معنى ان انا قلت على الايدجز، يعني احنا هنحتاج نستخدم اي نوع من انواع الثريش هولدنج، او نستخدم اي نوع اللي هو يجيب لنا الايدجز اللي موجوده من الصوره، سواء بقى اذا كنت هتستخدم الثريش الجلوبال ثريش هولد اللي شرحناه قبل كده، او هتستخدم الكاني ايدج ديتكشن، اي نوع يعني ان انت تجيب الثريش هولدنج من الصوره بتاعتك. طيب تعالى بقى على الكود نشوف الموضوع ده. اول حاجه جبت مكتبه نمباي وسي في 2، قرات الصوره اللي احنا لسه شايفينها بتاعت اللوجو، وخزنتها في فاريبل اسمه ايمج، وعملت لها ريسايز لان الصوره صغيره شويه، فانا كبرتها عن طريق ان انت بتقول سي في 2 دوت ريسايز وبتحط الايمج، وهنا بتحدد الهاي والويتس. بعد كده حولتها لجراي سكيل، حولت الصوره من لجراي سكيل عن طريق الفانكشن اسمها سي في تي كولر، واحط هنا الصوره بتاعتي. وبعد كده سي في تي كولر دي بتحول من لون للون، يعني الكلام ده احنا شرحناه قبل كده كتير. بعد كده هنحولها من ال ايه، هنحولها من بي جي ار تو جراي. كده حولنا الصوره بتاعتنا لجراي وخزناها في الفاريبل ده اللي اسمه ام جراي. بعد كده هستخدم بقى الثريش هولد اللي احنا شرحناه قبل كده، بياخد مننا الصوره اللي هي الصوره اللي احنا حولناها لجراي، بنحدد المينيمم اللي هي ال 20، اي قيمه بيكسل في الصوره اقل من ال 20 هتبقى زيرو، يعني هتبقى في الباك جراوند، واي قيمه بيكسل اكبر من ال 20 هتبقى في الفور جراوند. هيبقى هو ده الاوبجكت بتاعي ان انا هدخله عشان اعمل عليه الكونتورز. وهنا بنحدد الماكس، احنا عارفين ان اي صوره بتبدا من 0 ل 255، اللي هي الالوان بتاعتنا، الالوان يعني من 0 ل 255. وهنا بنحدد التايب، دي مش مهمه بالنسبه لنا فهنحطها زيرو يعني. طيب كده احنا جبنا الثريش هولد، احنا عارفين الثريش هولد بيرجع قيمتين، هنا الصوره نفسها اللي اتعمل عليها ثريش هولد، وهنا الريت يا اما ترو يا اما فولس، يعني هينفع انفذ عليه ولا مش هينفع، يا اما تحطها ريت يا اما تحطها اندر سكور. وفي البروجرامنج قلنا عامه لما بتحط حاجه اندر سكور يعني ملهاش لازمه او مش هتستخدمها تاني في الكود بعد كده، بس عشان هي بترجع قيمتين فانت لازم تحط القيمتين. طيب ازاي بقى الكلام ده كله يعتبر عارفينه قبل كده، يعني ما فيهوش حاجه جديده. الجديد اهو بقى ان احنا ازاي بنجيب الكونتورز من الصوره اللي احنا حولناها لابيض واسود. خد بالك عشان تجيب الكونتورز لازم الصوره تكون ابيض واسود، احنا هنا الثريش هولد دي بترجع الصوره ابيض واسود، تمام؟ وانا كمان عملت لها شو عشان لما نيجي هنا انا عملت لها شو عشان اوريها لك برضو. طيب هنا ازاي بنجيب الكونتورز؟ عن طريق ان احنا بنقول سي في 2 دوت فايند كونتورز، بس كده، وبتحط الصوره اللي انت عايز تجيب من عليها الكونتورز اللي هي السريش اللي هي الصوره الابيض واسود. طيب بنحدد حاجه كمان، بنحدد حاجه كمان اسمها الريتر تري، اللي هي الريتريفر، يعني بتحدد الريتريفر بتاعك سي في 2 دوت ريتر تري. ريتر تري ده ان انت بتجيب كل الكونتورز، في كذا نوع من الكونتورز. انت ممكن مثلا يكون عندك الصوره، نرجع تاني للصوره، انت ممكن مثلا يكون عندك الصوره بتاعتك زي دي كده، والريتر تري بتعمل ايه؟ بتجيب لك الكونتورز على كل حاجه، يعني مثلا الدايره الحمراء دي كلها هتجيب الايدجز اللي بره تعمل عليها كونتور، وكمان تخش تكسر كده وتجيب الايدجز اللي هنا وتعمل عليها كونتور، والدايره اللي جوه الصغيره دي تعمل عليها كونتور. في نوع تاني اسمه الريتر اكسترنال، ما بيخشش جوه بقى، ده بيجيب الكونتورز الخارجيه فقط، يعني هيمشي كده على الدايره الحمراء يجيب الكونتورز، والخضراء يجيب الكونتورز من بره، وهكذا ما بيخشش جوه، ده الريتر اكسترنال. طيب كمان بتحدد نوع اللي هو الابروكسيميشن، اللي هو سي في 2 دوت تشين ابروكس نان، سي في 2 دوت تشين ابروكس نان. وفي كمان نوع، تعال نشوف النوعين دول،
في كمان نوع اسمه التشين ابروكسي سيمبل. الفرق ما بينهم يعني بمنتهى البساطه، لو انت عندك رسمه زي اللي قدامك دي اللي هو المربعين دول، التشين ابروكس سيمبل، التشين ابروكس سيمبل هتلاقي بيجيب لك الكورنرز بس، بيعمل كونتورز اللي هي الاربع نقط دول على الكورنرز بس. والتشين ابروكس نون اللي احنا مستخدمينه بيحدد، لا مش بيعمل نقط، لا بيجيب كل الكورنرز، بيرسم خط كده تمام. وهو هنا بيتكلم يعني ان التشين ابروكس سيمبل بيكون يعني خفيف على الميموري وبيوفر مساحه بشكل كبير، لان انت مش بتضطر ترسم الكونتور كله. بس احنا يعني مش دايما بنستخدم اللي هو التشين ابروكس سيمبل، يعني دايما بنحتاج ان احنا نرسم الكونتور كامل من بره على الشكل كله. طيب كده عرفنا البارامترز اللي بياخدها الفايند كونتورز، كده احنا يعتبر جبنا الكونتورز. لو احنا جينا هنا كده عملنا شيفت تاب، هتلاقي هو بيقول لك، انا بقول لك عليه الايمج، وبيحدد المود والميثود اللي هي اللي تشين ابروكس نون. وبترجع ايه بقى الفانكشن دي؟ بترجع ايه؟ بترجع حاجتين، بترجع حاجه اسمها الهيراركي، وبترجع الكونتورز. الهيراركي دي مش مهمه بالنسبه لي، اهم حاجه الكونتورز اللي رجعت اللي اتعملت على الصوره نفسها اللي هي السريش، الصوره الابيض والاسود. فهنا الكونتورز بتاعتي موجوده هنا دلوقتي، انا عايز بقى اخد الكونتورز دي واحطها على الصوره الاصليه. انا كده خلاص جبت الكونتورز، عايز ارسمها بقى على الصوره الاصليه. انا هنا بس طبعت لين الكونتورز عشان انا اعرف، عندي كام كونتورز في الصوره. طبعته هنا، جبت اللين وحولته لسترينج، ونمبر اوف كونتورز هيساوي كذا. وهنا كونتورز اوف زيرو عشان اوريك الكونتورز رقم زيرو هيكون عامل ازاي. الكلام ده هنشوفه في الرن دلوقتي. بعد كده انا بقول لك ان احنا عايزين نرسم الكونتورز. الكونتورز جت اهي خلاص، جبناها من الصوره اللي هي الابيض والاسود، عايزين بقى نحطها على الصوره الاصليه. الصوره الاصليه اللي هي فين؟ الايمج دي اللي هي دي، بس الصوره الاصليه. فانا هقول سي في 2 في فانكشن اسمها درو كونتورز، وهرسمها على ايه؟ هرسمها على الصوره الاصليه. بحط هنا الصوره الاصليه، وبحط هنا الكونتورز اللي انا هرسمها اللي هي دي. بقول له خد الكونتورز دي وحطها على الصوره الاصليه، وسالب واحد دي يعني ارسم لي كل الكونتورز اللي عندك، ارسم لي كل الكونتورز اللي عندك. وهنا بنحدد اللون، انا حددت اللي هو اللون الاخضر. هنا بتحدد البي جي ار، انا خليت البلو بصفر والريد بصفر، الجرين اعلى قيمه ليه. وهنا بتحدد التخانه او السماكه بتاعه الخط نفسه، خلينا نعملها مثلا بواحد دلوقتي. بعد كده هعمل شو بقى للصوره نفسها، والصوره اللي احنا حولناها لجراي اللي هي كانت دي الايمج جراي دي، وهطبع الثريش هولد برضو اللي هي دي، اللي هي الصوره اللي احنا طبعنا عليها الثريش هولد اللي هي الابيض والاسود. وبعد كده الويت كي والدستري اول ويندس انا كنت عامل لها ران. يعني هنا عندنا 12 كونتور في الصوره، عندنا 12 كونتور، والكونتور اوف زيرو ده اللي هو انا طبعته دي قيمة الكونتور اوف زيرو. كل القيم دي، كل القيم دي طبعا كتير جدا، هي عبارة عن مجموعة من الاريز. في كل اري فيه قيمتين، القيمتين دول بيمثلوا الاكس والواي، لان انت لما بترسم الكونتورز بترسمه على الويندو بتاعتك بيكون فيه الكوردينيتس اللي هي الاكس والواي. فهنا احنا عندنا 12، ده واحد منهم بس. تعالى نعمل ران، يعني احنا لو فهمنا يعني دلوقتي مثلا 70% فالران هيفهمنا ان شاء الله بنسبة 100%. نعمل ران اهو. دي الصورة اللي على الشمال اللي احنا حولناها لجري سكيل، الصورة اللي في النص اللي احنا طبقنا عليها الثريش هولد، الصورة بقت ابيض ابيض واسود. فصلنا الباك جراوند عن الفور جراوند، الباك جراوند كلها بقى لونها اسمر، والفور جراوند كلها بقى لونها ابيض. وبالتالي انا كده جبت الثريش هولد، فروحت رسمت الكونتورز على الصورة دي اللي هي الثريش. وبعد ما رسمتها، بعد ما جبت الكونتورز من الثريش دي، رحت طبقتها على الصورة الأصلية نفسها. فهتلاقي هنا ان الدايرة الحمراء بقى حواليها كده من بره، يعني زي دايرة خضراء اهو بيجيب لي، وهنا برضو الأخضر، وهنا برضو الكلمة نفس الكلام اللي هي الأوبن سي في، عمل لك على كل حرف فيها الكونتورز اللي هي الرسومات دي. خلينا نكبر السايز مثلا شوية عشان لو مش باينة، نعمله نكبر التخانة بتاعة الخط نفسه. هنا اهو، هنا أعتقد الكونتورز واضحة، الموضوع سهل جدا يعني ما فيهوش حاجه. لو انت مثلا، هنا احنا راسمين كل الكونتورز، لو انت مش عايز ترسم كل الكونتورز، عايز ترسم الكونتورز رقم، احنا عندنا كام كونتورز؟ قلنا عندنا 12 واحد، فانا هرسم الكونتورز اللي الاندكس بتاعه زيرو بس، اللي هو احنا عرضناه هنا اللي هي الارقام دي، الارقام دي ده كده كله يعتبر كونتور واحد بس. تعالى نرسمه كده، نرسمه هو بس، نعمل ران.
اللي هو الكونتورز اللي حوالين حرف الام. يبقى الارقام اللي احنا شفناها دي الكونتورز اوف زيرو، هي بتمثل الكوردينيتس لكل الكونتور اللي مرسوم ده بالنسبه للمحور، بالنسبه لحرف الان، بالنسبه لحرف يعني. تعالى نرسم مثلا الكونتور رقم 4، نعمل ران، اللي هي البي، النقطه بتاعت البي دي يعني، دي صغيره جدا يعني. تعالى نرسم مثلا الكونتورز اللي هو 2، نعمل ران، اللي هي الدايره بتاعت الاي من جوه، وهكذا. انت عندك كذا نوع من انواع عندك كذا، عندك 12 كونتور اهو، ارسم اللي انت عايزه فيهم. بس لو انت عملتها سالب واحد، انت كده بترسم كل الكونتورز اللي موجوده عندك في الصوره يعني. هي دي فكره الكونتورز بمنتهى البساطه. عندك الصوره بتاعتك بتحولها لجري سكيل، بعد كده بتطبق عليها اي نوع من انواع الثريش هولدنج. ممكن كمان تستخدم الكاني ايدج ديتكشن، ان انت تجيب الايدجز، وبعد كده برضو انت بتستخدم اي حاجه بتجيب لك الايدجز وخلاص، وبعد كده بتطبق الفايند كونتورز على الصوره دي. خلاص جبت الفايند كونتورز، وغالبا يعني دايما في اغلب الاكواد هم دول الاثنين مستخدمين دايما، اللي هو سي في 2 دوت ريتر 3 وسي في 2 دوت تشين ابروكسيمال. والكلام ده بيرجع لك قيمتين، اللي هو الهيراركي وبيرجع الكونتورز نفسها. كده احنا جبنا الكونتورز وموجوده هنا. خلاص هاخد بقى الكونتورز دي احطها على الصوره الاصليه، وبقية الكود أعتقد مفهوم. وشكرا والسلام عليكم.